يشرع للمؤمن ليلة العيد. الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالدين مبني على التيسير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. ولما أطال معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو في مقامه في بعض صلواته قال: فتان أنت يا معاذ. وقال عليه الصلاة والسلام: من أم بالناس فليخفف. فالدين مبني على التيسير. فالعاقل الفقيه الموفق من لم يجرئ الناس على حدود الله ولم يبغض دين الله عز وجل لهم. والمراد هنا يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقرن الله عز وجل ما بين أمرين، ما بين إكمال العدة والتكبير، ما بين إكمال العدة والتكبير. فالمشروع إذا رؤي الهلال التكبير، والتكبير كما قال المقدامة رحمه الله في المغني: والتكبير في الفطر أوكد منه في الأضحى لورود النص به، والتكبير في الفطر أوكد منه في الأضحى لورود النص به. الله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيصبح حال المؤمن كالتالي: يتراءى يتم صومه هذا اليوم، ويتراءى مع المسلمين ما استطاع إن كان من أهل الرؤيا رؤية الهلال. فإن ثبت رؤية الهلال وقام ولاة الأمر بإعلان ذلك فقد دخل الناس في ليلة العيد. فإذا دخلوا في ليلة العيد لا يصلى التراويح، لأن الليلة ليست لا تعد تلك، إذا ثبتت الرؤية فإن الليلة لا تعد من ليالي رمضان، لكن يبقى الوتر، يبقى ما اعتاده الإنسان قبل رمضان أن يحييه، لكن ليس لليلة العيد قيام مخصوص بها. ليس هناك في شرع الله في السنة المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة العيد، وإنما ما كان الإنسان يألفه يدأبه يقوم عليه يقوم به من قيام قبل رمضان يستمر عليه، فهي ليلة من سائر الليالي من حيث قيام الليل، ولا يترك الوتر لا ليلة العيد ولا غيرها مع التكبير. والتكبير يقع في الأضحى مطلقا ومقيدا، لكنه يقع في الفطر مسنونا مطلقا ولا يقع مقيدا. فيكبر، وللتكبير صيغ، من بعض العلماء من يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وهذا أكملها وأفضلها وأجملها وأكثر أهل العلم عليه. فإن كبر تكبيرا مطلقا قال الله أكبر، أو قال الله أكبر الله أكبر مثنى لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فالأمر ولله الحمد واسع.